لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، محتجو تشرين يثمنون موقف شيوخ العشائر الداعم للانتفاضة. في العرب اللندنية، حكومة الكاظمي تنفي التوصل إلى هدنة مشروطة مع كتائب حزب الله. في العربي الجديد، بيان لميليشيات مدعومة من إيران يتحدث عن هدنة مع واشنطن لسحب قواتها من العراق. في القدس العربي، وكالة الأدوية الأمريكية تشدد معايير إنتاج لقاحات ضد كورونا، وترامب يندد. في صحيفة الزمان، استئناف الرحلات الجوية بين مطاري بغداد والنجف إلى إيران. في الشرق الأوسط، بريطانيا تفرض العزل العام على ليفربول لمواجهة كورونا. وفي موقع عربي 21، 12 مليار دولار جنتها شركات ترامب خلال رئاسته. السلام عليكم. يقول الكاتب عون القلمشي: في خلال يومين غرد صبي إيران مقتدى الصدر 3 مرات. في الأولى حمل الثوار مسؤولية أحداث كربلاء وهدد بمعاقبتهم، وفي الثانية دعا العشائر العراقية لتأديب أبنائها المشاركين في الثورة، لكن الرد الشعبي والعشائري كان صاعقا، حيث اعتبروا تغريداته تجاوزا على الثوار وإشارة واضحة للشروع في قتلهم وإساءة بالغة لدماء الشهداء، خاصة أن هذا الصبي قد فعلها في الأمس القريب وقتل عشرات الثوار في ساحة التحرير والسنك والقلاني بدم بارد، الأمر الذي دعاه لكتابة تغريدة ثالثة أكثر وقاحة وقلة أدب، حيث ضمنها عددا من الشروط على الثوار الالتزام بها إذا أرادوا التظاهر في المستقبل، وإلا سيعتبرهم مدسوسين وبعثيين وداعشيين. يروج البعض وخاصة أعداء الثورة بأن مقتدى الصدر عدو للعملية السياسية، ويعتبر أطرافها ثلة فاسدة وطائفية، ويضربون الأمثال بمواقفه الخيالية ضد الفساد والفاسدين. هؤلاء لا يجانبون الحقيقة فحسب، وإنما يدلسون على الناس بل وعلى أنفسهم. فإذا كان هذا الصبي المختال يعتبر هؤلاء ثلة فاسدة وهي فاسدة فعلاً، فلماذا قبل على نفسه التحالف مع أحزابها الطائفية الفاسدة؟ أليس لأنه فاسد مثلهم؟ وإذا وصفهم بعبيد الشهوات وهم فعلاً كذلك، أليس هو عبداً مثلهم؟ ألم يشارك معهم في حكم العراق وهو تحت الاحتلال؟ وإذا كان الأمر غير ذلك، بماذا يفسر لنا صبي إيران العيش الرغيد الذي ينعم فيه؟ ألم يصبح من أغنى أغنياء العراق بامتلاكه مئات الملايين من الدولارات في بنوك لبنان وإيران وأساطيل من السيارات والطائرات الخاصة؟ ألا ينحدر هذا الصبي من عائلة متوسطة الحال لا تملك قبل الاحتلال سوى بيتاً وسيارة قديمة؟ ثم إذا كان هذا الصبي بريئاً من هؤلاء، فبماذا يفسر لنا تحالفاته مع هادي العامري عميل إيران المعتمد في العراق، وعمار الحكيم الذي يصفه العراقيون بأبشع الصور ويقذفونه بأسوأ الكلمات؟ لقد فشلت يا مقتدى، وظهرت صورتك الحقيقية أمام العراقيين. ولكي لا نطيل أكثر، فإن مهمة هؤلاء الأشرار ليس الإصلاح، وإنما تنفيذ مشروع الاحتلال لتدمير العراق دولة ومجتمعاً. وبما أن الثورة تقف بالضد من هذا المشروع وتسعى لإنقاذ العراق منه، فإن مهمة هؤلاء الأشرار وفي مقدمتهم صبي إيران تنحصر بالقضاء على الثورة. هذه الثورة المعمدة بدم أبنائها الطاهر لن تتنازل عن قطرة دم واحدة سالت بسببكم. سلموا أنفسكم للثوار، عسى أن يخففوا من وطأة العقاب الذي ينتظركم، لأن الشعب العراقي لن يغفر لكم حتى لو تعلقتم بأستار الكعبة، وإن غدا لناظره قريب. تصدر صور الشهداء والعلم العراقي تظاهرات الشباب الذين وصلوا هادرين بزخم العام الماضي وعنفوانه وبأعداد ضخمة إلى ساحة التحرير في بغداد في الذكرى الأولى لثورة تشرين، ليمتلئ مركز بغداد وشوارعه الكبيرة المتفرعة إلى مناطق بغداد المختلفة، تصدع هتافاتهم باسم العراقي وبحبه وبإصرار لا تراجع فيه عن الأهداف التي خرجوا من أجلها،
حول ذكرى تشرين كتبت ولاء سعيد السامرائي في صحيفة العربية الجديد. عادت دولة التحرير المصغرة تعمل مثل خلية نحل، فيها من يعيدون تنظيف الساحة وصبغها، ومن يعيدون تأهيل نفق التحرير وتزيينه بالرسومات والأنوار، وآخرون يعودون بنصب خيام خدمية، وهناك من ينظمون مهرجاناً شعرياً للمواهب الشابة التي تزخر بها التظاهرات. عدد صفحات التواصل الاجتماعي بإدارة شباب وشابات في العشرينيات من أعمارهم لتكون صداً لما يحدث في التحرير والبصرة والناصرية والنجف والسماوة، ولتكون صحفاً ومواقع حقيقية أمينة في نقل أخبار التظاهرات، وليس كما تفعل قنوات مثل العراقية الحكومية التي طردها الشباب من التحرير ونددوا بتغطيتها المنحازة وبما تلفقه ضد التظاهرات من أخبار كاذبة. كان يوم الاحتفاء بالثورة وبشهدائها يوماً مشهوداً في تاريخ ثورات العراق وانتفاضاته وتظاهراته السياسية الحديثة، فقد غطت التظاهرات بهتافاتها المعبرة بقوة عن أوضاع العراق بشكل شامل وبرفض الشعب العراقي وفي مقدمته شبابه وشاباته لوضع يستمر بالاهتراء سنة بعد أخرى من دون أن تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراء يتناسب مع حجم الكوارث التي يعيشها الشعب العراقي منذ 17 عاماً، وفي مقدمته الشباب والطلاب والمعطلون عن العمل قسراً بسبب الفساد والمحسوبيات والاستنسابية وأيادي الأحزاب المتسلطة على كل ميادين العمل والقطاعات الحكومية. هذه الأحزاب هي من تبيع وتشتري بالوظائف ولها اليد الطولة أكثر من الدولة. هذا الزخم المفعم بالإصرار والشجاعة ومواجهة الموت من أجل العراق وتخليصه من الطغمة الفاسدة والاحتلال هو المشهد الذي ساد في ساحة التحرير في بغداد كما في البصرة وديالى والناصرية وأيضا في النجف بمناسبة مرور عام على الثورة. عن الوضع المالي في العراق كتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي وجاء في المقال: لم تتمكن كل الأجهزة الرقابية بجيوشها البيروقراطية من محاسبة الرؤوس الكبيرة التي تمسك بخيوط الفساد الذي أنهك البلد. الأخبار تتوالى من العراق تحمل الأخبار المفزعة للعراقيين عن عجز الحكومة عن دفع رواتب ومستحقات العاملين في القطاع الحكومي، وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد فهذا يعني أن على الحكومة أن تعلن إفلاسها. فكيف وصل الحال ببلد كانت مدخولاته عالية جداً حتى عام 2014، ميزانيته انفجارية للسنوات من 2006 إلى 2014 وكانت تصل إلى أكثر من 120 مليار دولار كل عام؟ فأين أهدرت كل هذه الأموال الطائلة؟ لماذا فشلت خطط التنمية والإصلاح في العراق طوال 17 سنة من عمر الحكم الذي تقاسمته قوى العملية السياسية الفاسدة؟ كل هذه الأسئلة يمكن أن تكون إجابتها كلمة واحدة في العراق: الفساد. لكن لا ضير في تتبع بعض الملفات لنقف على تفاصيل شجون الوضع المالي في العراق اليوم. يشير أغلب خبراء الاقتصاد إلى أن مشكلة العراق الاقتصادية تتمثل بكونه بلداً ذو اقتصاد رعي، بالإضافة إلى كونه بلداً أحادي الاقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على بيع النفط وما يتأتى من بيع النفط المستخرج يتم صرفه في ميزانيات تشغيلية غير عقلانية أرهقها الترهل ونظام الاستلزام، إذ تحولت قطاعات الحكومة ووزاراتها ودوائرها إلى إقطاعات حزبية توزع مناصبها ورواتبها وريعها على الموالين الحزبيين وعلى الجمهور الداعم لهذا الحزب أو تلك الحركة لشراء أصواته الانتخابية ودعمه السياسي في أيام التنافس والانتخابات، وأن ملفات الفساد تمت إدارتها عبر تخادم الفرقاء السياسيين الفاسدين منذ عام 2003 وحتى الآن. ويضيف الكاتب: يمكننا القول إن ملف هدر العملة الصعبة والمافيات التي أمسكت بخيوط اللعبة هي أحد أهم أسباب الإفلاس الذي يمر به العراق اليوم. الطائفية صنيعة الاحتلال وأداة الحكومات المتعاقبة لتدمير العراق، مقال الكاتب حاتم الفلاحي نشره موقع الرافدين للدراسات وجاء فيه: في العراق تم إرساء نظام حكم طائفي لا يستند إلى بيانات رسمية وحقيقية تؤيد ذلك، وإنما استند إلى المحاصصة الطائفية التي أقرها الاحتلال وباركتها أحزاب السلطة.
لقد أتبع المالكي سياسة طائفية مقيتة في التعامل مع هذه المظاهرات والاعتصامات التي انطلقت في المدن السنية عندما رفض الاستجابة لهذه المطالب، بل جابهها باستخدام القوة لفضها لأنه اعتبرها خطراً موجهاً ضد حكومته، وأطلق عليها الفقاعة النتنة، وأضاف بأنهم يجب أن ينتهوا قبل أن ينهوا. وفعلاً بتاريخ 31 من كانون الأول ديسمبر عام 2013 بدأ المالكي بحملة عسكرية واسعة استخدم فيها القوة المفرطة ضد ساحات الاعتصام التي سماها أوكاراً للإرهابيين، بعد أن اعتقل وارتكب الكثير من المجازر في الحويجة والفلوجة والرمادي وديالى، ما دفع العشائر لمواجهة هذه الحملة العسكرية الحكومية الطائفية التي شنت ضد شريحة واسعة ومكون رئيس من الشعب العراقي. لقد أحدث استخدام القوة من قبل القوات الحكومية فوضى كبيرة وانقساماً حاداً، حتى وصلنا إلى هزيمة القوات الأمنية والعسكرية في مدينة الموصل والتي تقدر بثلاث فرق عسكرية، بعد أن فرت وسلمت المدينة لبضع مئات من تنظيم الدولة، ثم تلتها سقوط محافظة صلاح الدين والمناطق المحيطة بمدينة كركوك ومحافظة الأنبار، بعد أن فشلت القوات الحكومية في الدفاع عنها كما فشلت سابقاً في تأمين الحماية لسجن أبو غريب عندما هرب المئات من السجناء من سجن أبو غريب. وهذا يقودنا للقول بأن ما جرى في المدن والمحافظات السنية كان بسبب السياسات الطائفية لحكومة المالك التي قدمت مقاربة الحل الأمني والعسكري على الحل السياسي للاستحواذ على السلطة والسيطرة على الدولة من خلال كسر شوكة المكون السني ولو كان على حساب المصالح العليا للعراق. السلوك الطائفي الانتقامي كان ملازماً لعقلية الحاكم المستبد بعد 2003، فهو يريد الاستحواذ على السلطة والحكم بشتى الوسائل ولو كان بارتكاب المجازر. كشفت الصحيفة سانداي تايمز البريطانية عن محاولات الحكومة الحالية لتوثيق صلات مع المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن تحسباً لخسارة الرئيس الحالي دونالد ترامب. وفي تقرير عده تيم شيمبان قال إن مقر الحكومة البريطانية يتخلى عن ترامب ويتقرب إلى جو بايدن. تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحذيراً من أن ترامب يسير نحو هزيمة ساحقة أمام معارضيه الديمقراطيين وإمكانية تحقق معضلة تاريخية غير مسبوقة بالسيطرة على الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ. وتكشف الاستطلاعات الخاصة والاحتمالات على الكمبيوتر التي اطلعت عليها الحكومة البريطانية الشهر الماضي أن حظوظ بايدن بالفوز تصل إلى 70%. ومنذ ذلك الوقت زاد المرشح الديمقراطي من تقدمه بأرقام مزدوجة، وبحسب نموذج احتمالات قائم على استطلاع في نهاية الأسبوع منحه فرصة 85% للفوز وحظوظ بفوز ساحق بنسبة 1 من كل 3 أشخاص. وزار وزير الخارجية دومينيك راب الولايات المتحدة واجتمع مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعدد من المسؤولين في الكونغرس الأمريكي، وتحدث مع سيناتور كريس كون الذي يوصف في مجلس الشيوخ بالهامس لبايدن، وريتشارد نيل الذي يعتبر من عربي القوة في الكونغرس. وأضاف الكاتب أن الوزراء في الحكومة البريطانية تلقوا تعليمات لتوثيق العلاقات مع المرشح الديمقراطي بعد شطب الرئيس الحالي من فرص الفوز في الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر المقبل، وسط مخاوف من وضع تجد فيه بريطانيا نفسها مستبعدة في حال فوز جو بايدن. نشرت مجلة فورين بوليس الأمريكية تقريراً بيّنت فيه لماذا لا يمكن لفيروس كورونا أن يغير العالم من مختلف الجوانب. وقالت المجلة إن الأوبئة لا تمثل دائماً أحداثاً قادرة على إحداث تغييرات في العالم، وبينما قد يتسارع نسق تطور بعض الاتجاهات المقلقة الموجودة مسبقاً، فإنه من غير المنطقي أن نفترض أن فيروس كورونا سيقضي على العولمة أو الديمقراطية الليبرالية أو يعزز القوى الناعمة للصين. لا أحد يعرف كيف ستعيد جائحة كوفيد 19 تشكيل النظام العالمي، ففي بعض الأحيان تكون تقديرات واضعي السياسات خاطئة، ولكن من المفيد هيكلة الفكر السياسي بطريقة تسمح للقادة بالتعلم من أخطائهم ونجاحاتهم على حد سواء. لا يزال فيروس كورونا حديثاً، ولا يزال العلماء يحاولون فهم بيولوجيته وانتشاره الوبائي، ولا
والأهم من ذلك أن لا أحد يعرف كم من الوقت سيستمر ولا متى أو بأي شكل قد يعيد الظهور مجدداً، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت اللقاحات ضده ستكون فعالة أو كيف سيقع توزيعها على دول العالم. وأشارت المجلة إلى أن حدة الاضطرابات الاقتصادية التي خلفها الوباء ومدتها غير معروفين، لكن آثار الوباء على الاقتصاد العالمي قد تستمر لفترة طويلة. من المحتمل أن يكون للكساد العميق آثار سياسية كبيرة، لكن التوقعات المقدمة بشأن الفترة التي سينتعش فيها الاقتصاد تظل غير دقيقة بسبب اعتماد الاقتصادات على قدرة البشر على السيطرة على الفيروس التي تعد غير مؤكدة بدورها. وأضافت المجلة أنه على الرغم من أن الوباء أودى بحياة الملايين، إلا أن آثار الحرب طغت على آثاره، لذلك من الضروري التوقف عن الإيمان ببعض الخرافات التي لا أساس لها من الصحة حول الوباء الحالي. كشفت دراسة نشرتها وكالة العلوم الوطنية الأسترالية أنه بإمكان فيروس كورونا المستجد أن يبقى على أشياء مثل الأوراق النقدية والهواتف حتى 28 يوماً في الأجواء الباردة والجافة. واختبر العلماء في مركز الجهوزية لمواجهة الأمراض التابع لهيئة البحوث الأسترالية مدى قدرة فيروس سارس كوف 2 على الاستمرار في الظلام وفي ظل 3 درجات حرارة مختلفة. وتوصل العلماء إلى أنه عند 20 درجة مئوية كان سارس كوف 2 قويا للغاية على الأسطح الملساء مثل الهواتف النقالة ليعيش لمدة 28 يوما على الزجاج والفولاذ والأوراق النقدية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.